زي العابدين برداس حماد جاي اودين بتروري والكرة عرضية مع البداية خطيرة. السلام على كرة كمنقذ لإنقاذ الفريق من هبوطي إلى الدرجة الثانية. خطيرة السلام على كرة راسية العميد إلى غريب وتسديدة وخطيرة خطيرة 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 وسيلة يتمكن علي سر تفرغ زينة عاجز عن التسجيل وتفرغ زينة عاجز عن فك شفرة دفاعات الأكسر وكرة طويلة وخطيرة السلام الله على طريقة فان بيرسي لجواد بالمقاس رفع الكرة بابوي على طريقة فان بيرسي الله على كرة الله على راسية الله على جمال لأبناء تفرق زينة وحكمة اليوم مع بابوي برازية ساحرة. محمد سعيد كرة قريبة وخطيرة سعيد يرفع الكرة خطيرة خطيرة مازال 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 ناموري جاو يتمكن من الكرة والأكسر يسجلون التعادل. الحكم يشير إلى أن الكرة دخلت الشباك. كرة لولبية كرة لولبية من محمد سعيد نعم أعتقد دخلت الشباك أكيد من هذه الزاوية الأمر غير واضح. تفرق زينة حماد جاي يرفع الكرة في منطقة العمليات بكري خطيرة السلام بكري جاي يرد على تعادل فريق الإكسر ليعيد النتيجة إلى نقطة تقدم. تمامية أمامية السلام هنا الكرة هنا الكرة المرفوعة هنا الراسية يا السلام يا السلام يا السلام كرة أمامية ممتازة يا السلام خطيرة الله الله خطيرة 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 بابوي 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 مازال عرضية السلام ضاعت الكرة ممتازة كرة أمامية مع طلع سيدي خطير مع طلع خطيرة ضاعت ما تزال وضاعت من جديد كرة خاطئة عكسية الآن خطيرة قد تكون الآن مع طلع السلام على كرة خلاص انتهت المباراة بصافرة الحكم بنان عبدي وانتصار تفرق زينة على فريق الإكسر بهدفين مقابل واحد.